الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب ما جاء في السحر، وقول الله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في السحر. ما جاء أي في النصوص، أدلة الكتاب والسنة. في السحر أي في شأنه وبيان عقوبته، وأنه من كبائر الذنوب ومن الموبقات المهلكات، بل هو من الكفر بالله سبحانه وتعالى. قد دل القرآن في سياق الآيات التي تتعلق بالسحر في سورة البقرة، دل على كفر الساحر من وجوه سبعة في تلك الآيات، ولعله يأتي إشارة إلى ذلك بإذن الله. قال: باب ما جاء في السحر، أي ما جاء في النصوص بشأن السحر من الوعيد الشديد وبيان منافاة السحر للتوحيد، وأن الساحر كافر، وأن الساحر كافر كما دلت على ذلك النصوص. والسحر هو في اللغة الصرف، وسمي السحر سحرا لأنه يقع بأمور خفية لا تدرك بالأبصار، أو لأنه يصرف الشيء عن جهته، مثل ما يحصل في صرف المتحابين فيتحولان إلى متباغضين ونحو ذلك. والسحر لا يتوصل إليه إلا بالتقرب للشياطين، لا يتوصل إليه إلا بالتقرب للشياطين واتباع ما تتلوه الشياطين، وأيضا نبذ القرآن، نبذ القرآن وامتهانه. فلا يمكن للساحر أن يكون ساحرا إلا بذلك. قال الله عز وجل: ولما جاءهم رسول مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. فذكر أمرين سبحانه وتعالى لا يمكن أن يكون الساحر إلا بهما: نبذ الكتاب واتباع الشياطين. نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. فلا يكون الساحر ساحرا إلا بالأمرين: نبذ الكتاب وامتهانه تقربا بهذا النبذ والامتهان للشياطين، ثم اتباع ما تتلوه الشياطين، ما تتلوه الشياطين على ملك سليمان. فلا يتوصل إليه إلا بالكفر، إلا بالكفر، التقرب للشياطين بما هو كفر بالله عز وجل. ولهذا لا يكون الساحر إلا كافرا، لا يكون الساحر إلا كافرا. والمصنف لما كان السحر نوع من أنواع الشرك والكفر بالله أدخل هذا الباب في
كتاب التوحيد تحذيرا من هذا الأمر المخالف للتوحيد، تحذيرا من هذا الأمر المخالف للتوحيد. قال: باب ما جاء في السحر. وقول الله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق. ولقد علموا أي أهل الكتاب، أهل الكتاب الذين استبدلوا بالسحر عن متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام والإيمان به واتباعه صلوات الله وسلامه عليه. وقوله لمن اشتراه يعني اشترى السحر، لمن اشتراه أي اشترى السحر ورضي به وقبله عوضا عما جاء به الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. وقوله ما له في الآخرة من خلاق، ما له في الآخرة من خلاق أي من حظ ولا نصيب. وهذا أيضا في وجه من وجوه دلالة ذلك السياق على كفر الساحر. وإذا تأملت هذه الآيات بدءا من قوله سبحانه وتعالى: ولما جاءهم رسول مصدق لما معهم، إلى نهاية هذا السياق، تجد فيه كما بين أهل العلم وجوها عديدة، وجوها عديدة في الدلالة على كفر الساحر. منها تبرئة الله عز وجل سليمان عليه السلام من السحر بقوله تعالى ماذا: وما كفر سليمان. برأه من السحر بقوله وما كفر سليمان، فهذا في أن السحر كفر بالله. وأيضا قوله وما يعلمان أي الملكان، وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، إنما نحن فتنة فلا تكفر. وأيضا نبذ الكتاب الذي هو مدخل السحر، فالسياق دل على كفر الساحر من وجوه عديدة، منها هذا القدر من الآيات الذي أورده هنا، وهو قوله ولقد علموا أي أهل الكتاب لمن اشتراه أي السحر ما له في الآخرة من خلاق أي ما له يوم القيامة من حظ ولا نصيب. فدلت هذه الآية على تحريم السحر، ودلت أيضا على أنه كفر بالله سبحانه وتعالى، وأن الساحر لا حظ له ولا نصيب يوم يلقى الله عز وجل. والسحر محرم في ديانات جميع الأنبياء، في ديانات جميع الأنبياء. فهذا الآن السياق الذي معنا برأ الله عز وجل نبيه سليمان من السحر بقوله وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وفي قصة موسى عليه السلام قال ولا يفلح الساحر حيث أتى، ولا يفلح الساحر حيث أتى. وقوله ولا يفلح الساحر حيث أتى، هذه فهمها مهم جدا في باب إدراك خطورة السحر وفساد ما عليه الساحر. ولا يفلح الساحر حيث أتى أي أينما توجه وأي شيء قصد وأي أمر فعل لا يفلح، نفى الله عز وجل الفلاح عن كل ساحر. وإذا كان الساحر قد حكم الله عز وجل بأنه لا يفلح حيث أتى أينما توجه لا يفلح، لا نصيب له من الفلاح، فكيف يذهب إليه يطلب من جهته فلاحا؟ كيف يذهب إليه ويطلب من جهته فلاحا؟ حتى ما يسمى بفك السحر عن المسحور باطل أن يذهب إلى الساحر من أجل ذلك، وسيأتي معنا هذا الموضوع في باب النشرة التي يحل السحر عن المسحور. نعم. قال رحمه الله: وقوله يؤمنون بالجبت والطاغوت. وقوله سبحانه وتعالى يؤمنون بالجبت والطاغوت، هذه بدايتها
قوله عز وجل ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، ومرت معنا في الباب الذي قبله، ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، يؤمنون بالجبت والطاغوت. مر معنا ما يتعلق بالجبت معناه، وأيضا الطاغوت معناه. وهنا نقل عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال الجبت السحر والطاغوت الشيطان، الجبت السحر والطاغوت الشيطان. الآن لو تتأمل يؤمنون بالجبت والطاغوت، الجبت عمل والطاغوت شخص، وسيأتي تأكيد الشيخ رحمه الله في المسائل على معرفة الفرق بين الجبت والطاغوت. الجبت عمل، الجبت عمل من الأعمال، والطاغوت شخص. وقد قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى الطاغوت هو ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. فالطاغوت قال عمر رضي الله عنه الطاغوت الشيطان، الطاغوت الشيطان. وكل ما يكون من الطغيان الذي هو تجاوز الحد، كل ما يكون من الطغيان الذي هو تجاوز الحد، كل ما يكون من ذلك هو من الشيطان. وتفسير عمر رضي الله عنه للطاغوت بأنه الشيطان هو تفسير للطاغوت ببعض أفراده، بل بشر أفراده الذي هو الشيطان، لأن كل طغيان وتجاوز للحد هو من إملاء الشيطان ومما يدعو إليه الشيطان. قال يؤمنون بالجبت، قال الجبت السحر. الجبت هذه الكلمة كما سبق مرة معنا كلمة تطلق على ما هو أوسع من ذلك، على ما هو أوسع من ذلك. لكن هذا التفسير معروف عند السلف، تفسير اللفظ ببعض أفراده، تفسير اللفظ ببعض أفراده. فالمقصود أن السحر من الجبت، هذا هو المقصود، أن السحر من الجبت. قال عمر الجبت السحر والطاغوت الشيطان، والطاغوت الشيطان. نعم. قال رحمه الله وقال جابر رضي الله عنه الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. وهذا أيضا تفسير آخر ولا يتعارض مع ما سبق، قال الطواغيت كهان وعمر قال الطاغوت الشيطان. وإذا نظرت الكهان من يكونون؟ من يكونون؟ إخوان الشياطين، الكهان إخوان الشياطين وتلاميذ مدرستهم وتخرجون على أيديهم، فما في تعارض، ليس هناك تعارض بين قول عمر طاغوت الشيطان وقول جابر الطواغيت كهان، لأن الكهان هم إخوان الشياطين، إخوان الشياطين. قال جابر الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي. مرت معنا هذه اللفظة، الحي يقصد بها ماذا؟ القبيلة. في كل حي واحد يعني في كل قبيلة، في كل قبيلة واحد. ولهذا في أثر آخر عن جابر قال إن في جهينة واحد، إن في جهينة واحدا وفي أسلم واحدا وفي هلال واحدا وفي كل حي واحد، يقصد في كل قبيلة من قبائل العرب كان عندهم كاهن، عندهم كاهن تتنزل عليه الشياطين ويقصدونه، يطلبون منه إخبار عن أشياء مغيبة، يتحاكمون إليه، يقتصون عنده. قال الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان، كان ينزل عليهم الشيطان. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزلوا على كل أفاك أثيم، تنزلوا على كل أفاك أثيم.
قال جابر: الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. الآن الباب في السحر أو في الكهانة؟ الباب في السحر. فما وجه إرادة المصنف رحمه الله تعالى هذا الأثر عن جابر؟ أثر عمر واضح، الجبت الطاغوت، الجبت السحر، لكن أثر كان قال الطواغيت كهان، طواغيت كهان. إذا كان يطلق على الكاهن أنه طاغوت، إذا كان يطلق على الكاهن أنه طاغوت، فالساحر ماذا أولى بذلك منه؟ وهذا وجه إرادة أثر جابر. إذا كان الكاهن يطلق عليه طاغوت مثل ما قال جابر الطواغيت كهان، فالساحر من باب أولى، لأن الساحر أخبث وأشر من الكاهن. نعم. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله ما هن؟ قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. ثم أورد هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اجتنبوا السبع الموبقات. اجتنبوا السبع الموبقات، اجتنبوا أي ابتعدوا، كونوا في جانب بعيد عنها. فقوله اجتنبوا أبلغ من دعوا أو اتركوا أو لا تفعلوا. اجتنبوا تضمن الترك وماذا؟ ومسافة، بعد، ترك ومسافة. وهذا يأتي في عدد من المحرمات، مثل قول الله: لا تقربوا، ولا تقربوا الزنا. ما قال لا تزنوا، قال ولا تقربوا الزنا. هذا نهي عن فعل الزنا، وأيضا يجعل الإنسان مسافة بينه وبينه باتقاء ماذا؟ الوسائل والأسباب التي تفضي إلى الوقوع فيه. قال اجتنبوا السبع الموبقات، هذا تضمن النهي عن المباشرة، وزيادة على ذلك جعل مسافة بحيث يكون الإنسان بعيد عنها. ونظير هذا أيضا قول الله تعالى: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وقوله عليه الصلاة والسلام السبع الموبقات أي المهلكات، الموبقات المهلكات، لأن هذه تهلك صاحبها في الدنيا بالعقوبة التي ينزلها الله عليه، وفي الآخرة بالعذاب. وقوله السبع هذا ليس للحصر، هذا ليس للحصر، لكن الحديث جمع فيه سبع موبقات من أخطر الموبقات وأشدها إهلاكا للناس. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: هي إلى السبعين أقرب، يعني الكبائر، هي إلى السبعين أقرب منها إلى السبع. فهذا فيه أن قوله اجتنبوا السبع الموبقات ليس حصرا للموبقات في هذه السبع المذكورة في الحديث. قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قالوا: وما هن يا رسول الله؟ يعني ما هن هذه إلا السبع المهلكة؟ قال: الشرك بالله. بدأ بالشرك لأنه أعظم الآثام وأكبر الذنوب على الإطلاق، وفاعله مخلد في النار يوم القيامة، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قال: والسحر. وهذا موطن الشاهد من سياق هذا الحديث في هذه الترجمة، ذكره من الموبقات، وأيضا ذكره عقب الشرك مباشرة، ذكره عقب الشرك مباشرة. والثالث قال: قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، أي قتل النفس المسلمة المعصومة.
قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. وهذا جاء في القرآن وعيد شديد عليه: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قال: وأكل الربا، عبر بالأكل لأنها يعني أكثر وجوه الانتفاع، أكثر وجوه الانتفاع أو أعم وجوه الانتفاع، ولكنه يتناول كل أخذ للربا، سواء أكله أو لبسه أو جعله بيتا له أو غير ذلك. فأكل الربا هذا أيضا من الموبقات، موبق لصاحبه في الدنيا وموبق لصاحبه في الآخرة. استمعوا إلى كلمة عجيبة لابن دقيق العيد رحمه الله، يقول عن أكل الربا، قال: وهو مجرب لسوء الخاتمة. قال: وهو مجرب لسوء الخاتمة، نعوذ بالله من ذلك. ولهذا يجب على الإنسان أن يتقي الله عز وجل وأن يحذر، وأن يسأل الله دائما أن يكفيه بحلاله عن حرامه وبفضله سبحانه عمن سواه، ولا يغتر بمال كثير يأتيه بسبب الربا في السويعات، يغتر بذلك، فإنه مال ممحوق البركة وخطير على الإنسان غاية الخطورة في الدنيا وفي الآخرة. قال: وأكل مال اليتيم. وأكل مال اليتيم، المراد بالأكل التعدي على مال اليتيم، عبر بالأكل مثل ما سبق لأنه أعم وجوه الانتفاع. والله عز وجل يقول: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. قال: والتولي يوم الزحف، يعني الفرار والإدبار عن الكفار وقت التحام الصفين. وهذا أيضا جاء في القرآن الوعيد عليه: ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. قال: وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، هذا السابع منها، قذف المحصنات الغافلات المؤمنات. المقصود بالقذف الرمي بالزنا، مقصود بالقذف الربي بالزنا. وقولها المحصنات أي العفيفات، المحصنات أي العفيفات، لا يختص بالمتزوجات بل حتى البكر يشملها، يشمل قوله رمي قذف المحصنات. المقصود بالمحصنة أي العفيفة. الغافلات أي البريئات، غافلات أي عما رمينا به، رمينا بشيء هن بعيدات عنه كل البعد، بريئات منه، لأن الغافل بريء عما رمي به وبهت به. نعم. قال رحمه الله: وعن جندب رضي الله عنه مرفوعا: حد الساحر ضربه بالسيف. رواه الترمذي وقال الصحيح أنه موقوف. ثم أورد رحمه الله هذا الحديث وهو مختلف في رفعه أو وقفه، وذكر الشيخ أن الصحيح رحمه الله تعالى أنه موقوف، أي على جندب رضي الله عنه، جندب الأزدي رضي الله عنه. قال: حد الساحر، حد الساحر ضربه بالسيف. حد الساحر ضربه بالسيف، ضربه هذه رويت بالهاء وبالتاء وكلاهما صحيح، ضربة بالسيف أو ضربه بالسيف، والمعنى واحد. وبهذا الحديث أخذ جماعة من أئمة أهل العلم ما أخذوا من هذا الحديث، ومما جاء أيضا في الآثار وسيأتي بعضها، أن الساحر يقتل. اختلف أهل العلم هل يقتل باستتابة أو دون أن يستتاب، دون أن يستتاب. قال
حد الساحر ضربه بالسيف. نعم. قال رحمه الله: وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، قال: فقتلنا 3 سواحر. ثم أورد هذا الحديث في صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يعني إبان خلافته، أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. وظاهر هذا الأثر أنه يقتل من دون استتابة، أنه يقتل من دون استتابة. وبهذا قال جمع أهل العلم، لأن الصحابة لم يستتيبوهم، لأن الصحابة لم يستتيبوهم. وفي السحر فساد عظيم وضرر عظيم على الناس، لأن السحر منه ما يقتل ومنه ما يمرض ومنه ما يدخل الإنسان في وساوس وتخيلات وتوهمات، ومنه ما يفرق بين المتحابين، يفرق بين المرء وزوجه. ويعني مضار السحر عظيمة جدا. أذكر قصة قديما، يعني قبل سنوات، قبض على ساحر ووجد في بيته عقد وكتابات وطلاسم وأشياء يعني كثيرة جدا. هذه فيها جعل فيها سحر لأناس كثيرين. فلما قبض عليه جاءت الجهات وأخذوا الأشياء التي في غرفته وحلت وأتلفت أحرقت. في ذاك اليوم الذي تم فيها هذا الأمر، سبحان الله، حصل راحة لكثير من الناس كانوا مصابين بالسحر، عقد لهم عند هذا الساحر. الساحر شر عظيم جدا، خطره عظيم على المجتمعات. ولهذا من أعظم المحرمات أن يذهب الإنسان إلى ساحر بأي غرض. لا يجوز أن يذهب للساحر. الساحر كافر بالله ومن أعظم المفسدين في الأرض، وشره على المجتمعات المسلمة شر عظيم. ومن أعظم الأمور التي تطرد السحر وتبعده عن الناس تعلم التوحيد ومعرفة التوحيد، لأن التوحيد والسحر ضدان. إذا تعلم المرء التوحيد وفهمه وعرفه وتمكن في قلبه، أدرك الخطورة العظيمة والشر العظيم الذي عليه الساحر. قال: كتب عمر أن يقتلوا كل ساحر وساحرة، قال: فقتلنا 3 سواحر، أي بناء على أمر عمر رضي الله عنه. نعم. قال رحمه الله: وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت، وكذلك صح عن جندب رضي الله عنه. قال: وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية، قتل جارية لها سحرتها، أي الجارية التي عندها سحرت حفصة رضي الله عنها، فأمرت بقتلها فقتلت. وكذلك صح عن جندب الأزدي، صح عنه ذلك. وجندب هو الذي مر معنا الأثر الذي يعني يروى موقوفا عليه أو مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الأثر له قصة، وهي أن جندب رضي الله عنه جاء إلى مكان فيه ساحر يزعم أنه يحيي الموتى، فيأتي بالشخص ويفصل رأسه أمام الناس بالتخيل، ويرون رأسه فصل عن بدنه ثم يرده. فضرب جندب رأسه، قال: إن كان صادقا يحيي نفسه. و
مثل هذا العمل، مثل هذا العمل أفراد الناس لا يجوز أن يفعلونه. هذا أمور يفعلها من؟ يفعلها الولي، ولي الأمر، وترفع إليه. ولهذا هذا يحمل على أن جندب يعني إما عنده ولاية أو عنده إذن بذلك، يحمل على هذا المعنى. وإلا الأصل أن تنفيذ الأحكام ليس لأحد الناس. لو كان تنفيذ الأحكام لأحد الناس كيف تصبح مجتمع المجتمعات؟ إذا كان تنفيذ الأحكام لأحد الناس وأفراد الناس تصبح مجتمع المجتمعات فوضى، ويعم فيها الشر والقتل وإراقة الدماء والعدوان. فمثل هذا لا يكون إلا من ولي الأمر، يرفع له، ولي الأمر هو الذي ينفذ ذلك. نعم. قال رحمه الله: قال أحمد عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. عن ثلاثة يعني صح، أو جاء عن ثلاثة من أصحاب النبي، أي قتل الساحر، أي قتل الساحر. وقد تقدم في هذا الباب عن عمر وعن حفصة وعن جندب. نعم. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى تفسير آية البقرة. تفسير آية البقرة قوله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، من خلاق، أي نصيب. تقدم الكلام على المعنى. قال رحمه الله: الثانية تفسير آية النساء. تفسير آية النساء يقول الله عز وجل: يؤمنون بالجبت والطاغوت، يؤمنون بالجبت والطاغوت. ومر معنا تفسير عمر بن الخطاب رضي الله عنه للآية. قال رحمه الله: الثالثة تفسير الجبت والطاغوت والفرق بينهما. تفسير الجبت والطاغوت مر معنا في أثر عمر أن قال الجبت ماذا؟ السحر، والطاغوت الشيطان. قال الشيخ: ومعرفة الفرق بينهما. الفرق بينهما كما هو واضح في أثر عمر أن الجبت ما هو؟ عمل، والسحر شخص، والطاغوت شخص، والطاغوت شخص. ولهذا يفسر الطاغوت بالشيطان، بالكاهن، بالساحر ونحو ذلك. نعم. قال رحمه الله: الرابعة أن الطاغوت قد يكون من الجن وقد يكون من الإنس. نعم، لأن الطاغوت فسر بأنه الشيطان، وفسر بأنه الكاهن والساحر، الساحر والكاهن من الإنس، والشيطان من الجن، فقد يكون من الجن وقد يكون من الإنس. قال رحمه الله: الخامسة معرفة السبع الموبقات المخصوصة بالنهي. معرفة السبع الموبقات المخصوصة بالنهي في الحديث، الحديث الذي مر معنا قول النبي عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا السبع الموبقات. نعم. قال رحمه الله: السادسة أن الساحر يكفر. أن الساحر يكفر لدلالة قوله: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، أي من حظ ولا نصيب. هذا يدل على كفر الساحر، والسياق كله يدل على كفر الساحر من وجوه ذكر الشيخ حافظ حكمي، وأنصح بالرجوع إلى معارج القبول. ذكر سبعة وجوه، ذكر سبعة وجوه دل عليها هذا السياق على كفر الساحر. نعم. قال رحمه الله: السابعة يقتل ولا يستتاب. السابعة أنه يقتل ولا يستتاب، لأن ظاهر فعل عمر اقتلوا كل ساحر وساحرة ما ذكر فيها الاستتابة، فلم ينقل أنهم استتابوه. قال رحمه الله: الثامنة وجود هذا في المسلمين على عهد عمر رضي الله عنه، فكيف بعده؟ نعم، يعني إذا كان وجد في زمن عمر وأيضا قبل زمن عمر في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف بالأزمنة البعيدة عن عهد النبوة وما فيها من الجهل الكثير وقلة المعرفة وضعف المعرفة بالتوحيد وأصول الإيمان؟ وقد صح في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه. ومع ذلك الخير ولله الحمد باقي. وقد تقدم معنا قريبا قول
النبي عليه الصلاة والسلام، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم إلى قيام الساعة. قبل أن أختم أريد أن أشير إلى قصة حصلت لي قبل صلاة العصر، أريد أن أشير إليها لفائدة أرجو بإشارة إليها. كنت أصلي النافلة، وفي الجلسة بين السجدتين أراد شخصا يمر من أمامي، فوضعت يدي عملا بالسنة، وضعت يدي فجزاه الله خيرا وأحسن الله إليه، دفع يدي برجله بقوة ومر، دفع يدي برجله بقوة ومر من أمامي وخلفه واحد أيضا يمشي معه. فأريد أقول لكم ما فعلت حتى يكون تعاون على البر والتقوى. سجدت السجدة ودعوت له، سجدت ودعوت له. أنا أقول يعني في مثل هذه الأمور ينبغي يا إخوان أن يكون في القلوب رحمة، لأن ليس كل من يخطئ تغضب عليه، وليس كل من يخطئ تدعو عليه. يعني التمس معاذير لإخوانك، يعني قد يكون هذا مضطر ما تدري، وقد يكون ما يعرف الحكم الذي أنت تعرفه، أو قد يكون أفتي أن في المسجد النبوي يجوز المرور، لأن أيضا مرة وأنا أصلي منعت واحد فدفعني وقال لي يجوز في المسجد النبوي وأنا أصلي أخبرني، فبعضهم قد يكون أفتي بذلك. فأنا أقول يعني التعامل بالرحمة والرفق هو الذي يعطي النتائج، أما الغضب والدعاء والتسخط هذا ما يفيد ولا يقدم شيئا. فالدعاء والدعاء لإخوانه المخطئ، الآن المخطئ من إخوانك المسلمين يعني أخطأ عن جهل، أخطأ عن جهل، فحقه عليك أن إن استطعت أن تعلمه برفق علم، ما استطعت أدعو الله أن يهديه، أن يوفقه، أن يدله للحق والصواب. احذر أن تدعو عليه، احذر أن تدعو على أخيك المسلم أو تتسخط. هذه الآن يعني الشيخ ابن باز رحمه الله له كلمة مهمة يقول: زماننا هذا زمن رفق، يعني إذا ما تتعامل مع الناس برفق لن تفلح، لا في دعوة ولا في نصح ولا يستفيدون الناس منك. لا بد أن يكون هناك رفق ورحمة عظيمة بالناس حتى يحصل الانتفاع. وأعيد أيضا أقول عن الشخصين جزاهم الله خيرا أن كان سبب أيضا في هذه الفائدة التي نرجو الله أن يعم بها النفع بمنه وكرمه. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك، اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم أعذنا والمسلمين من شرور
أنفسنا وسيئات أعمالنا، ومن شر الشيطان وشركه، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها يا رب العالمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيراً.